الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين. مرحبا بكم أيها المشاهدون في هذا البرنامج خير الكلام ومن قناة بينونة. حديثنا اليوم عن مشاعر، حديثنا اليوم عن حب، حديثنا اليوم عن ولاء، حديثنا اليوم عن حنين، عن ما سكن في القلب، عن ما تنبض به الحياة. حديثنا عن حبنا لأوطاننا، ما أجمل حينما يتحدث الإنسان عن وطنه. حتى يتكلم العلماء كالجاحظ وغير ذلك من أولئك، إذا عرفت كالأصمعي ومن شابه يقولون إذا عرفت أن ترى معدن الرجل فانظر إلى حنينه إلى وطنه. إذا تعرف الرجل كرجل والمرأة إلى امرأة وتعرف هذا الإنسان كيف هو، انظر إلى حنينه لوطنه. هل يحن لوطنه؟ هل هو مخلص لوطنه؟ هل هو مشتاق لوطنه؟ هل عنده روح الشوق والعشق لوطنه؟ أم أنه لا يبالي كان قريبا من وطنه أم كان بعيدا عن وطنه؟ هل كان مخلصا في وطنه أم لا يبالي بمكتسبات ومدخرات وطنه؟ تعرف حقيقة ذلك الإنسان. ولذا صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في ذلك لما أخرج صلى الله عليه وسلم، طبعا أذن له بالهجرة، فخرج صلى الله عليه وسلم بعدما ضاق به الحال في مكة. فخرج صلى الله عليه وسلم وقف على أطلال مكة. انظر إلى هذا الموقف، عمره وصل فوق 50 سنة، 53 سنة وهو في مكة بين جبالها وبين وديانها، ثم يقف على أطلال مكة ينظر إلى ربوعها، ينظر إلى تلك البلاد، إلى مكة أولا مسكنه مقره، ينظر كذلك إلى بيت الله عز وجل. يعني ليس أمرا واحدا اجتمع عليه، بل اجتمع عليه مكة مقر وهي بلد السكنة والموطن، ثم كذلك البقعة التي شرفها الله عز وجل وهي الكعبة. فانظر يعني جميع الجوانب، جوانب اقتصادية، جوانب اجتماعية، جوانب دينية. فخرج صلى الله عليه وسلم ووقف على أطلالها مودعا تلك الديار، ما أحبك، يعني يحدث وطنه أنك لأحب البقاع إليه، ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك وما خرجت، لولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك. كيف يسكن غيرها وهي مكة موطنه وموطن آبائه؟ هي مكة فيها بيت الله عز وجل، مكة التي فيها زوج خديجة، مكة التي نشأ في ربوعها، ثم يخرج بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. يخرج كيف خرج؟ خرج مهاجرا متخفيا صلى الله عليه وسلم. ثم الآن انظر إلى الإيجابية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى كيف يعلمنا صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأوطان. وصل إلى المدينة، مكث في المدينة فنظر إلى أطلالها. الآن أمر هو صلى الله عليه وسلم أن يسكن المدينة، الأمر جاء من رب العزة سبحانه جل وعلا. ماذا فعل؟ انظر إلى 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 صدق التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. يعني اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، يعني هناك محبة عظيمة في خلجات قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، كحبنا مكة أو أشد. فكان صلى الله عليه وسلم يحب المدينة، فدعا لها، دعا لصاعها وبرها ومكياها، دعا لها صلى الله عليه وسلم كما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة. هنا كذلك موقف آخر، الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر جانبا من الشوق والحنين. لذلك إذا رأيت إنسان سافر ثم قال قصيدة مثلا أو تكلم بكلمات يشتاق لوطنه، فثمن هذه الكلمات، ثمنها.
فالرسول صلى الله عليه وسلم يصف الصحابة كيف كان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى المدينة. كان إذا أبصر المدينة يعني حرك خطام، حرك الناقة، يحاول أن منها أن تسرع حتى يصل إلى وين؟ إلى المدينة، حبا وشوقا لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كان وقف إذا وقف على جبل أحد، جبل أحد في المدينة، الله هذا جبل يحبنا ونحبه. حب الأوطان أمر مستقر في النفوس، فطرة جعلها الله عز وجل في نفوسنا جميعا. ولكن كيف يكون حب الأوطان؟ كيف يكون حب الوطن؟ أنا أحب الوطن وأنت تحب الوطن وهذه تحب الوطن، كلنا يحب أوطاننا، ولكن من المحب الصادق؟ الآن مثل لو عندك ولدين، واحد ولد عندك يسمع الكلام مبار، لو قالك يا أبوي أنا أحبك تقول والله صدقت، تراك أنت بار وما تقصر وتعين وتنفع وتسمع الكلام وبار بي وتدعي لي، أنت صادق في حبك. أي واحد ثاني والله أنا أحبك وأنت تحبني، لا تسمع الكلام، مسوي لي مشاكل مع نفسي ومع أمك ومع الجيران ومع في المدرسة وفي كل مكان، ومخالفات لا عد لها ولا حصر، وإن داومت كذلك تأخير في الدوام، ومشاكل في كل مكان، نقول أنا أحبك. أي حب هذا؟ ما أريد الحب هذا. ليش ما تريد الحب؟ لأنه مو بنافع عنك، بل يضرك بهذا الحب. ما هو الحب؟ وكيف هذا الحب؟ وكيف نستثمر هذا الحب في أوطاننا؟ عشنا في ربوع هذا الوطن، أخذنا من نعيمه بفضل من المولى سبحانه جل وعلا، ثم بفضل قيادتنا الرشيدة، ما هو واجبنا تجاه أوطاننا؟ ابقوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أيها المشاهدون ومن جديد ومع حب الوطن. دولة الإمارات العربية المتحدة نشأنا في ربوعها، هذه الدولة التي نحبها فهي وطننا، ونحب قادتها الذين أخلصوا في بنائها. الشيخ زايد رحمه الله من مؤسسين مع إخوانه، ثم كان بعد ذلك خلفه صاحب اسمه الشيخ خليفة ونائبه صاحب اسمه الشيخ محمد، وكذلك إخوانه ولي عهد الأمين الشيخ محمد بن زايد حفظهم الله جميعا. وهذا الشعب المعطاء، هذا الشعب الذي عرف بحبه لوطنه وبحبه لقادته، كيف نستثمر هذا الحب؟ وكيف نكون نحن حقا رجال هذه الدولة، ونكون حقا من بناة هذه الدولة ومن المحافظين على هذه الدولة؟ كيف نستثمر هذا الحب استثمارا إيجابيا؟ ما أجمل هذا المشهد لما اليوم الوطني تجد العلم يرفرف فوق المنازل، وترى كذلك الحب، وترى كل واحد زين يعني سيارته، وكل يشتري علم واللي يشتري، جميل جدا. يعني هذه المشاعر المترجمة إلى واقع عملي. يقول غزالي: والبشر يألفون أرضهم على ما بها ولو كانت قفرا مستوحشة، وحب الوطن غريزة متأصلة في النفوس تجعل الإنسان يستريح إلى البقاء فيه. ابقوا معنا ومع حب الوطن. الإمارات في مملوحة، نظرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة، ارحم الله زايد وباحة. يا الإمارات انت مملوحة، مهرة وتزين الساحة، الفلاح شالك بروحة، ارحم الله زايد.
الإمارات أنت وشاح مظلوم وسلاح الإمارات انت مملوحة مظلة وتزين الساحة الفلاح يشعلك بروحة ارحم الله زايد وباحة الإمارات انت مملوحة مظلة وتزين الساحة الفلاح يشعلك بروحه الله زايد وباحه يا الإمارات انت مملوحه مظلة وتزين الساحه الفلاح يشعلك بروحه ارحم الله زايد وباحه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا وطننا وأن يحفظ جميع أوطان المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يحمي هذه الدولة من كل سوء وأن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لابد لنا من تجليات لهذا الحب. كيف نحب أوطاننا؟ كيف نحب هذا الوطن حبا حقيقيا مترجما إلى فعل، إلى قول وإلى فعل؟ مش أنا والله أحب وأحب ولعلي أنشد وأعلي وأفعل لكن ما عندي تجليات للحب. لا، عندي تجليات للحب كامنة في نفسي وكامنة في أرضي. طيب كيف أحب؟ يعني طيب أنا مثلا واحدة قد تقول مثلا أنا في البيت كيف؟ أنت ما تربين عيال؟ ما تؤسسينهم رجال في هذه الدولة؟ أو نساء عاملات بإخلاص؟ أو مربيات لأجيال في المستقبل؟ هذه من الأعمال الجليلة التي تقوم بها المرأة. أنا شو عندي؟ أنا ممكن سكرتير. أنت الآن تخدم هذا الوطن بهذا العمل، تساهم في بنائه، تساهم في وضع لبناته. لذلك لا تحتقر عملك مهما كنت، أبدا لا تحتقر هذا العمل الذي أنت تؤديه. فأنت في وطنك أنت في جانب مهم، أنت تقوم بخدمته وتؤدي الحق الذي عليك. ولذلك هناك حقوق وهناك أمور ينبغي أن ننبه إليها أو نشير إليها أو نقف عندها. أما الأمر الأول فهو مع الدعاء، ويعني قد تكلمنا ذلك سابقا في يوم العمل الإنساني، أن لابد أن نخصص من دعائنا لهذا الوطن ولقادتنا. يعني اجعل هذا الأمر كامن في نفسك أنك تدعو. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. واستمع إلى دعاء آخر: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. يعني هل إحنا دعينا للبركة بدولة الإمارات؟ دعيت؟ ادعي اللهم بارك، اجعل بركة في أوطاننا، اجعل بركة في حياتنا، اجعل البركة في رزقنا، اللهم اجعل البركة في واقع حياتنا. طيب اسمع إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم، شوف كيف الدعاء، ادعوا لي، ادعوا للأشجار أنها تكون دائما خضراء ومثمرة، ادعوا للماء أن يكون دائما توفر، ادعوا للأمن أن يكون دائما مستمر، ادعوا للشيوخ أن الله يمتعهم بالصحة والعافية. اسمع لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، قال في صحيح مسلم: اللهم بارك لنا في تمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعا لمكة ومثله معه. سبحان الله، هذا الدعاء، ما أجمل هذا الدعاء.
بارك في التمر، بارك بالصاع، بارك في المدينة، بارك في الثمر، بارك. الله عز وجل إذا بارك كتب الخير وكتب السعادة. لذلك أنا جانب الدعاء لابد أن أستثمره استثمارا عظيما جدا. من الحافظ؟ من الموفق؟ من الرازق؟ الله سبحانه جل وعلا. من بيده مقاليد كل شيء؟ من الخالق؟ من المدبر؟ من مصرف الأمور؟ من الذي يبدل حال إلى حال؟ سبحانه جل في علاه، بيده كل شيء. إذا كان الأمر بيده سبحانه جل وعلا فلنرجع إليه، نرجع إليه أن يحفظ وطننا ويحفظ جميع أوطان المسلمين، يديم عليه يعني الأمن والأمان والاستقرار. والله نعمة. شوفوا الله عز وجل أنعم علينا كم نعمة، نعمتين عظيمتين جليلتين جدا، نعمة الأمن ورغد العيش. طبعا لها مسبباتها، قيادة رشيدة والشعب معطاء ومحافظ. نعمة الأمن ونعمة الرزق. لذلك الله عز وجل نبه قريش لهاتين النعمتين، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أعظم نعمتين الطعام والأمن. أنا أقول لك الحين لو عندك أمن واستقرار لكن ما كان هناك أكل، شو اللي يصير؟ ماشي طعام، شو اللي بيصير؟ تصير سرقات، هذه بيعتدي على هذا وهذا. ليش؟ والأمن راح، الأمن الناس تدور على الطعام، اللي بيأكل ولده، اللي بيأكل عمره، اللي بيأكل أهله، اللي الناس تدور رزق. طيب لو عندك طعام وتوفر بشكل يعني فوق الخيال وشراب وعندك كل شيء لكن ماشي أمن، تتهنى بأكلك، تتهنى بالطعام، تتهنى بشرب الماء، بالأكل أبدا ما تتهنى. ليش؟ انعدام الأمن. والله ما تتهنى بأي شيء، خاف على نفسك، تخاف على عرضك، تخاف على أهلك، تخاف على عيالك، تخاف، شو تخاف؟ ما تقدر تروح تصلي حتى. فلذلك الله عز وجل أنعم علينا بنعم، فليعبدوا رب هذا البيت. إذن نلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. أما الأمر الثاني، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أنت لما تكون إنسان مخلص صالح هذا يكون له أثر على الوطن، يكون أثر على الوطن. لكن لما أنت تعصي وتفعل ما حرم الله تأثيرية على الوطن. كيف؟ الله عز وجل لما يحفظك أنت، أنت فرد في هذا الوطن، أنت فرد في هذا الوطن. ولذلك أنت أطع الله عز وجل في شأنك كله، في مع أطيع الله عز وجل في صلاتك، في صومك، في زكاة مالك، أطيع الله عز وجل في الإحسان للوالدين، أطيع الله سبحانه جل وعلا في القيام بحقوقك كزوج أو زوجة أو تربية أبناء أو في تعامل مع الخدم، أطيع الله سبحانه جل وعلا بأنك تسمع وتطيع لولاة أمرك، أطيع الله سبحانه جل وعلا أنك تخلص في عملك. لذلك طاعة الله عز وجل مو فقط عندنا الصوم، صلاة، زكاة، حج، تلاوة القرآن، ذكر الله، نعم هذا مفروض واجب فيما أوجبه الله علينا، لكن كذلك عندك شق آخر في التعامل مع الخلق وفي التعامل مع الكون كله. حب الوطن غريزة، كيف نستثمر ذلك؟ ابقوا معنا وبعد هذا الفاصل. نحب أوطاننا ونخلص في أوطاننا ونقوم باستثمار أوطاننا الاستثمار الأمثل بما يعود بمصالح لأوطاننا وكذلك لنا نحن، فنحن جزء من هذا الوطن. كان البعض كما قال الجاحظ إذا أراد أن يسافر كان يأخذ شيء من تربة أرضه. ليش يقول لك من تربة أرضه؟ يقول لك يعني يقعد يستنشق التراب. يا ما أشد يعني حب ذلك الرجل الوطن، ما أخذ ترابه معه. ليش ما أخذ ترابك معك؟ يا أخي أنا مشتاق لوطني، أشم ريحته، أشم ريحته، أشعر بالراحة وبالسعادة.
هذا الوطن دولة الإمارات بني بإخلاص. دولة الإمارات بنيت على إخلاص حتى فاقت كثير من الدول. رحم الله عز وجل الباني المؤسس ومن كان معه، ووفق الجميع لما يحبه ويرضى. ابقوا معنا مع مقطع عن الشيخ زايد رحمه الله. أنا عملت كثير، أنا عملت كثير، لكن لو عملي أنا بنفسي روحي من دون أفراد آخرين يساندوني من يمين ومن يسار ومن الخلف وفي الأول، كان أنا ما بوصل لي شيء، ما بكون بوصل لي شيء. لكن هذا عملنا اللي نحن عملناه وصلنا إلى هالموصل، مو بحيلنا ولا هو بعقولنا ولا هو بفقاهتنا، لا، ما في فقاهة في هذاك الوقت، ما شيء فقاهة ولا شيء ثقافة، ما في، على الفطرة. لكن الرب سبحانه وتعالى رضاه على عباده في هذه الأرض، منكم وأمثالكم هو اللي أعمل هذا. سبحان الله، شفتوا إنسان مسدد موفق، هذا الرجل رحمه الله رجل مخلص حكيم، والله واجب علينا نحن نترحم له، ندعو له بالمغفرة والرحمة. يقول لك أنا ما بنيت، أنتوا اللي معاي. يعني إنسان أنجز هذا الإنجاز بيقول أنا اللي سويت وأنا اللي طورت وأنا اللي فعلت وأنا اللي طلعت هالدولة، وأنتوا كنتوا ما عندكم لا تعليم. لا، قال أنا مش بروحي، رجال معي، رجال. ذلك الشيخ محمد بن زايد له كلمة جميلة، قال العمل لا يوفق إلا بإخلاص، والرجال المخلصون والبطانة الصالحة. البطانة الصالحة، فهو أشار إلى أنه ذلك ليس بنفسه، عند رجال أقاموا هذه الدولة. طيب ثم قال إيش؟ قال هناك فطرة. هذا ملحظ جدا مهم. ليش؟ لأن الفطرة إذا كانت سليمة كان الخير موجود، لكن إذا كانت الفطرة السيئة موجودة حتى لا ينفع لا علم ولا غيره. الأمر الثالث هو ذلك الحس الإيماني في عند الشيخ زايد رحمه الله عز وجل. إيش هذا الحس الإيماني؟ الله يقول لك اللي أعطانا، اللي وفقنا، اللي يسر لنا. لذلك هذا من شكر الله عز وجل، هذا من شكر الله. ولئن شكرتم لأزيدنكم. تشوفوا الآن هذا الدولة الحمد لله مبارك بها، لأن في شكر، في إخلاص، في رجال، في ناس تعرف الله عز وجل، في ناس تحمد الله عز وجل. الله الموفق، والله يحفظ هذه الدولة من كل سوء ومن كل فتنة. معنا أبو حمد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالنور والسرور. بارك الله فيك على الكلام الطيب. الله يطول عمرك ويبارك فيك. الله يسلمك. أنا بهدي لقائدنا ولا شعبنا ولا إماراتنا بيتين من الشعر. والله يسرنا ذلك ويسعدنا وجودك يعني معانا. أنا يعني ما أعرف كيف أعبر عن حبي للوطن. وطننا وهذا شموخنا. بابا قول دولتي إماراتي لها سبع أركان، ومن حولهم شعب رجالهم عضايد، يا دار يلي تفدى بروح شبان، بالروح نرخص لجل يمنك وتايد. طيب الله يحفظك ويبارك فيك وسن وصح لسانك ويزاك الله خير. الله فيك، بارك الله يبارك فيك. الله يزكيك. الله يزكيك. حبنا للوطن. الله يطول عمرك. شوف هذا الكلام، هذا تعبير الحب جميل جدا. أنا لما أنمي هذا الجانب في نفسي، أنا يكون لي عندي إخلاص. لما أنا أكتب كلمات أو يعني أتذكر شيء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله أو قصيد أو كلمات معينة أسمعها، هذه ولد عندي حس تجاه هذا الوطن. ليش؟ لأن هذا الوطن إذا لم يكن خلف رجال ما يكون له مستقبل. رجال يعرفون الله عز وجل
يعرفون الواجب اللي عليهم ما تبنى الحضارات، لا تبنى الحضارات ولا يكون لها وجود. الحمد لله رب العالمين. لذلك احنا نتكلم حسنا وقتنا قصير، فنتكلم عن عدة أمور. إذا تكلمنا عن الأمر الأول الدعاء، لذلك أنا أقول لكم يا مشاهدين، أنتم في رمضان وفي أوقات يستجاب لها الدعاء، لا تنسوا الوطن. تعلمت ودرست وتعالجت وأكلت وشربت وربيت ورأيت، شفت الأمن والاستقرار وشفت الخير والرواتب الطيبة والنعم المتوافرة، احمد الله عز وجل واشكروه. هذا واجب أن تشكر الله عز وجل أولا، اشكروه اشكروه دائما. ثم الدعاء عند الفطر، عند الفطور، جوف الليل، أن يحفظ هذا الوطن، يحفظ هذا الوطن. الأمر الثاني الطاعة، طاعة الله عز وجل. تصلي حافظ على صلاتك، والله لا أثر، حافظ على صلاتك، حافظ على صومك، حافظ على أنك تؤدي زكاة مالك، حافظ على أنك تؤدي في الحج، تؤدي مناسك الحج ولو مرة في العمر، حافظ على أنك أنت تبتعد عن الذنوب والمعاصي، تحافظ على إرادة الآخرين، تسعى لجلب يعني كل ما في خير لك. الأمر الثاني أو الثالث، مسألة مهمة جدا، هي أن تقوم بحق بحق الأسرة. شو علاقة الأسرة بالوطن؟ علاقة وطيدة جدا. أنت إذا كانت الأسرة جيدة ومتماسكة، أول أنت ستكون مرتاح مطمئن وفي سكن، وهذا له أثر على الوطن. الزوجة نفس الشيء يكون لها أثر على الوطن. بعد ذلك أنت تربون جيل، الجيل هذا اللي يبني الوطن. الآن لما نشوف أحيانا في بعض الأماكن نرى بعض، الحمد لله وهذا قلة لله الحمد عندنا قلة جدا، لكن قد تسمع أن واحد سيء وقع في مخدرات، أو وقع الآن الحمد لله عندنا الحملة ضد المخدرات، قصوا عليه مثلا كالحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية، أو مثلا نسمع هذا حدث سرق أو جنى على واحد، أو طيب ليش؟ في هناك خلفيات. من الخلفيات الموجودة؟ من الخلفيات الأسرة متفككة، للأب يسأل والأم تسأل شو يطلع لك. طيب إذا كان الأب قايم بدوره والأم قايمة بدورها، هذا الابن يكون قايم بدوره كذلك. هذا الآن هذا عالة على المجتمع، الحدث هذا عالة على المجتمع، لكن إن تربى تربية جيدة نفع من؟ نفع الوطن، نفع الوطن، نفع الوطن. الله عز وجل يوفق هذا الإنسان في فكرة كيف يتخذ القرار وكيف يكون سعيد في الوطن، في جلب الخير. ليش كيف نشوف أحيانا مثلا هذا حافظ القرآن، حافظ القرآن، هذا ما ينفع؟ ينفع، حافظ القرآن الله يحفظه. أحيانا كذلك نشوف يعني مثلا في أحد الجامعات قاموا سووا لنا مثلا طيارة بدون طيار، أو سيارة أو ريبوت أو ما أدري إيش، هذه جهود بذلت من أين؟ هناك أسر، هناك أسر، هذه الأسر أخرجت هذا الرجل وهذه المرأة، لهم أثر في المجتمع، عقول مفكرة. هذا العقل المفكر لو كان في أسرة مفككة يعني بيكون له وجود؟ ما بيكون له وجود أبدا، ما يكون له وجود. يستثمر استثمار سيء لعقله في التخريب لا في الإصلاح. إذن هذا الأمر الثاني. الأمر الرابع صلة الرحم. أنا أتكلم عن هذه الأمور لكل واحد ما يلقى لها بال، والله لها تأثير، أنك تصل رحمك. إذا وصلت الرحم بارك الله في عمرك وفي بارك في مالك وفي أهلك، سبحان الله. وإذا بركة حدث لك وأنت وأنت وأنت، أنت راك أنت أفراد، فرد من أفراد المجتمع، فيكون لك تأثير. الأمر الآخر أن تتسع دائرة الإحسان إلى من؟ إلى بعد ذلك إلى المجتمع. كيف المجتمع؟ أنت تحب الوطن، ما دام تحب الوطن انظر إلى أخلاقك، صادق، لا تكذب، لا تغتاب، لا تمشي بالنميمة، تفكك المجتمعات الغيبة والنميمة، لا غيبة لا نميمة. كذلك ماذا أفعل؟ أنا الآن أتعامل مع الخلق، بعد ما تكلمت عن الوطن بأمور كثيرة جدا، كذلك ماذا أفعل؟ كذلك تكون مع الصدق، لا تغتاب، لا تشتم، لا تسب، لا تلعن، لا تشتم، ابتعد عن هذه الأخلاق السيئة. لماذا؟ لأنها تؤثر سلبا عليك وعلى المجتمع، حتى مع الكافر، حتى مع الكافر.
لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتداء حتى على الكافر، حتى على الكافر. على حق الإنسانية في وطنك، لا حق الإنسانية. ولذلك من يعني اعتدى على معاهد لم يرح رائحة الجنة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، حتى الجنة ما يشم ريحتها. سبحان الله، إن ريحتها لتوجد مسيرة 40 عاما. كان صلى الله عليه وسلم يعني كان يتعامل مع اليهود. عبد الله بن عمر كان يهدي لجاره اليهودي. لماذا؟ الدين دين إنسانية، دين إنسانية. أنا مدام دخل هذه الدولة عندي هداخل بعهد وميثاق وأمن، فأنا لما الدولة أعطتها أمن هذا عهد وميثاق يجب علي أني أخذ به. طيب، كذلك ننتقل بعد ذلك إلى جانب أشمل، إلى الوطن نفسه. الوطن نفسه له حق علي أنا، له حق علي أنا. أنا لما أكون أنا مثلا في من أدى من بداية التعليم، من بداية السلم التعليمي، أنا كأب أوجه ابني: يا بني يا ولدي تراك تتعلم تنفع وطنك، مش نفسك أنك تكبر تفكر تعلم وادرس ليش، والله تراك ما بتشتغل ولا تعرس ولا بتاخذ سيارة ولا بتعمر بيت ولا، طيب مشكلة. لكن قل له ما بتنفع وطنك، ما بتنفع وطنك. قل له أنت بتعليمك تحافظ على وطنك، على رقيه وعلى ازدهاره، تكون عنصر لك وزنك ولك مقدارك ولك أثرك في هذا المجتمع. أعلم ولدي على هذه المبادئ وعلى هذه الأخلاق وعلى هذه الأسس حتى يكون إنسانا ناجحا في وطنه. بعد كذلك لما أنا أتعلم أدخل كذلك في مرافق أخرى، أنا دخلت مستشفى أتعلم أتعالج، ما شاء الله شو عندنا من خير، الأدوية متوافرة وأجود الأجهزة موجودة. بعض الناس يصير يتعالج أخذ الدواء وطالع فرهن في الزبالة، ليش؟ ما بتستخدمهن لا تأخذهن، هذه الدولة دافع لك بيزات فيها. احمد الله على هذه النعمة، احمد الله على هذه النعمة. أنت تسوق بالسيارة في الشارع تراعي قواعد السير. أنا لذلك أنه إذا أنت ما راعيت قواعد السير أي حب؟ يعني الآن يوم الوطني تعال شوف، يعني يعني وزارة الداخلية تنظم السير وتنظم كذلك المسيرات. ليش؟ لأن هناك اختراقات تحصل من البعض. يعني ما يصلح أنا في يوم الوطني والله أسوق سيارتي وقاعد ألعب بالشارع وتعال شوف مخلفات الناس وهي ترميهم في الزبالة. ليش؟ هذا حب. واحد فاتح الباب عنده كيس عصير، في عصير وسندويتش وماكل، فتح الباب وفرهم في الشارع وراح، هذا حب. نزلت في البر وأكلت وشربت ولكن نظف، هذا وطنك. غير قاعد يبني ويسهر على راحتك، يسهر على راحتك. قيادتنا الرشيدة يفكروا ليل نهار كيف أنت تعيش في سعادة. فكر يعني القيادة ما تفكر، لا قاعد تفكر ليل نهار كيف أنت تكون آمن في وطنك، آمن في بيتك، آمن في أسرتك، آمن في عرضك، آمن في مالك. أنت قاعد تجني الثمار، نحن نجني الثمار صنع القيادة بفضل الله عز وجل. هذه الثمار نحن نجنيها، نجني هذه الثمار. طيب، أريد أن أتكلم عن طاعة ولاة الأمور، مهم جدا أريد أن أتكلم عنها، لكن نأخذ جهز لنا مقطع ونعود كذلك لكلام آخر أو ختام مع طاعة ولاة الأمر، لأن هذا مبدأ أساسي في الولاء للوطن. نأخذ هذا الفاصل ثم نعود. أريد أقول أنا اللي مرت بخير، أريد أقول أن نحن نعيش في منطقة صعبة ولا تخفى على الجميع، ولكن والتحديات صعبة، ولكن نحن بخير بحكمة من توسد يمناه وجاور ربه رحمة الله عليه الشيخ زايد اللي حط البنية الأساسية ووجهنا في الاتجاه الصحيح. نحن بخير بقيادة سمو الشيخ خليفة الله يحفظه، ونحن بخير
بسندنا واخواننا وعوننا وذخرنا ابناء هذه البلاد الغاليه. لا تتاثرون من الاوضاع ما دام البيت متوحد. ما اجمل هذه الكلمات، البيت متوحد. هذه امانه جعلت على اعتاقنا، على اعتاقنا نحن. اعتاقنا نحن ان نكون نحن جزء من عمليه البناء، جزء من عمليه التطوير، جزء من عمليه الامن والاستقرار، جزء. لذلك هم اطاعوا الله عز وجل انهم ادوا الامانه لنا، نحن كانوا على اتم ما يكون. الحمد لله مساجد موجوده، بيوت الله عز وجل مفتوحه، مراكز تحفيظ القران موجوده، الوقف موجود. شو بغيت؟ صحه، تعليم، ايش بغيت؟ ماذا تريد؟ رفاهيه موجوده، خير موجود، نعمه موجوده. لذلك الواجب علينا ان نسمع لهم ونطيع وندعو لهم. يقول فضيل بن عياض: لو ان لي دعوه مستجابه، لو ان لي دعوه مستجابه لجعلتها في السلطان. لو عندي دعوه واحده هي المجابة عندي جعلت ولي الأمر الخير المترتب عليه. هذه فكر كيف يوجد لك الأمر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم يعني حذر من أفكار. شوف كلام الشيخ: اعتني بطاعة ولاة أمرك وحافظ على الجماعة اللي أنت فيها، ولا تنظر الأفكار ولا الجماعات الهدامة ولا الأحزاب التي تخرق وطنك وكذلك تخرم في هذا المجتمع. وصلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية جماعة حزب، أو يدعو العصبية جماعة حزب، أو ينصر عصبية جماعة أو حزب، فقتل فقتلته جاهلية. ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منهم. سبحان الله، ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول متبر من هذا الإنسان الذي لا يسمع لولي أمره، متبر من هذا الإنسان اللي يخرج ويؤذي الآخرين. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا وطننا ويحفظ لنا قيادتنا. خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. نحن نشهد الله ونقولها بصدق وبإيمان، نحب قيادتنا وندعو لهم بالخير. لماذا؟ لأنهم جزء من هذا الوطن يسعون لخدمته، والكل شاهد على ذلك، فأنتم أسعد شعب. نسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة علينا ويحفظها من الزوال. وإلى اللقاء الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.